الفعاليات اللي اخترناها السنه دي. يمكن في مؤتمر السنه اللي فاتت احنا اخترنا فعاليه مهمه قوي، عملنا مسح للمرضى وجبنا مرضى وعملنا لهم برامج تثقيفيه وبرامج توعيه على على على, على هامش المؤتمر. المره دي قلنا لا، الهدف ان احنا نمارس رياضه وندعو الناس لممارسه رياضه، لان ممارسه رياضه بتقي من مرض السكر، بتقي من امراض القلب اللي مصر بتحتل فيها مرتبه كبيره. مصر يمكن في المرتبه رقم 8 على العالم في مرض السكر. احد الاسباب الرئيسيه للوفاه في مصر يمكن السبب الاول هو امراض القلب، معظمها ناتج من مرض السكر. التوعيه بممارسه الرياضه، التوعيه بالاكل الصحي، التوعيه بالتغذيه السليمه، التوعيه بقلل التوتر والستريس، كل ده بيحمي من مرض القلب. فعملنا حمله سميناها حمله معا ضد مرض السكر، مش مجرد ان احنا نتكلم في محاضرات ونقعد نتكلم مع الدكاتره ويبقى المؤتمر كله طبي بحت، لا، المفروض ان احنا نوصل للمجتمع ونوصل للناس ونعلمهم يعني ايه ممارسه رياضه، ايه الهدف من الرياضه. جينا النهارده نشارك مخصوص علشان مرضى السكر، نحس بمعاناتهم، نحس ان اساسا مرضى السكر عندهم مشاكل في الرجل، ان اطرافهم ما بيوصلهاش الدم كويس فبيبقى عندهم تقل في الرجل. فحبينا ان احنا نعمل النهارده رياضه ماراثون، ان احنا نمشي ونهرول كتير مسافه طويله جدا علشان نحس بيهم ونحس بمعاناتهم، وان اهم حاجه اصلا في حياتنا تبقى الرياضه، انها تقينا من امراض السكر وتقينا من اي امراض تانية خبيثه لا قدر الله. يعني موضوعك النهارده كان ليه فايدتين. الفايده الاولى ان الناس اللي يشاركوا في الرياضه، الرياضه طبعا كل الناس عارفه انها مفيده جدا، ففايدتها انها هتقلل من اي مرض. اي مرض اصلا بدايته ان انت تبقى تكون شخص رياضي، فده هيقلل نسبه ان انت تكون عندك اصابه بالمرض. غير كده ان احنا نكون بنشارك الناس اللي عندهم دايابيتك او سكر، فنبقى حاسين بيهم، حاسين بالمعاناه اللي بيعانوها، ونحاول نشجع الناس اللي معانا اكتر ان هم يشاركوا في حاجه زي دي في مؤتمر جاي جديد مثلا ان شاء الله. فاتمنى كل الناس اللي توصل النهارده. الموضوع كان حلو جدا وكان فيه تامينات كتير معانا وناس كتير مشاركه والموضوع كان جميل، فاتمنى الناس كلها تشارك والموضوع حلو جدا يعني.